اوكي، زي ما كنا بنقول الفرق ما بين الفونت سيرف والسان سيرف نعملهم بالشكل F2 يساوي، طبعا محتاجين نعمل فونتين يعني عشان اقدر اوريكم الفرق ما بينهم. اوكي، وده هنا سان سيرف. تمام، طبعا احنا حد هنا نحدد انه جي درو درو سترينج مثلا هلو وورلد بيزك وورلد، ونخليها عند 100 100 100 100. وبعد كده هنعمل هنا، بعد احنا عملنا الفونت الثاني هنقول له دلوقتي جي تو دو سيت الفونت ده الثاني ده، وبعد كده ارسم كده ايه ارسم عشان يبقى ده الفونت وده الفونت، وطبعا هنخليه مثلا 400 يعني بعيد شوية عنها. دلوقتي نشوف الفرق ما بين السيرف والسانس سيرف. السيرف بين الأنوتيت ده سيرف، تمام؟ شفتوا تحسوا، شوف الاتش كده ليها لايك طاقية باين، لا واضحة. تمام؟ التاني ملوش طاقية، تحسوا يعني بتتعمل بشكل مختلف. فده الفرق ما بين السيرف والسنس سيرف. مش كده، انتوا احفظوا برضه شكل الخطوط ازاي، عشان زي ما انت شايف كده ادالك الشكل وقال لك اعمله خلاص، انت مش عارف هو هيبقى معمول ازاي، فلازم تبقى حافظ شكل الخط ايه، تمام؟ عشان تعرف انت هتعمله بسيرف ولا سنس سيرف. احنا خلاص احنا عارفين ان هو ده هيبقى سيرف، تمام؟ ان هو من باين اللي هو الخط ابو اللي ايه طاقيه، تمام. اوكي، احنا كنا بنقول ايه، نرجع تاني للسؤال. قلنا فونت سيرف وبولد و55، ده انا محددها لان هو ما حددليش اي حاجه، فانت براحتك خالص حدد اللي انت عايزه، تمام؟ كله صح. وبعد كده باعتبار ان احنا عايزين نعمل عليه افاين ترانسفورميشن، تمام؟ يعني احنا لو جينا عملنا هنا ايتاليك، ايتاليك مش هتطلع لك نفس الشكل اللي هو عايزه. ايتاليك بتروح فين الفونت؟ انا ما عملتش درو اصلا. جيتو دوت درو سترينج و100 100. لو احنا قلنا مثلا حد يعني بص عليك كده وقال لك اعمله بإيطاليك، إيطاليك بتروح لقدام، تمام؟ بتروح لقدام. مش بس كده، السيرف لما بيجي يتعمل له إيطاليك بيتغير شكله، تمام؟ ما بيفضلش بنفس الشكل اللي عندنا. فمعناها ان لو انت كده دلوقتي كده تقارن ما بين ده وما بين ده مختلف جدا، صح؟ It's not the same thing. تمام. فمعناها ان احنا مش هي دي الطريقه اللي احنا هنقدر نمشي بيها، يبقى محتاجين نعمل ايه؟ افاين ترانسفورميشن. خلاص، يبقى احنا عرفنا ان احنا هنعمله شيب ونعمل له افاين ترانسفورميشن. خلاص، يبقى فكك من دي خالص، خلي الفونت زي ما هو عندنا بولد برضه. تمام؟ بعد كده بعد كده هنقول له ايه؟ جليف لا فونت ريندرر كونست، نروح نشتري له الادوات القرطاسيه بتاعته اللي هو عايزها. فونت ريندرر كونتكست اف ار سي تساوي جي 2 دوت فونت دوت جيت فونت ريندرر كونست، تمام؟ راح اشتراها وجه ومعاه كيس. نيجي نقول له بقى جي تو، لا جي تو جليف فيكتور، جليف فيكتور في جي بي او اي حاجه يساوي اف اللي هو الفونت بتاعنا ده، تمام؟ كرييت جليف فيكتور لو سمحت، كرييت جليف فيكتور. عندك اهو الادوات بتاعتك واللي احنا اللي عايزينها، حاجه اسمها كلمه يعني اسمها فونت تيستنج زي ما هو المفروض عندنا في المثال فونت تيستنج كده. هو خلاص ايه عمل لك يعني جليف فيكتور، تقدر منه تعمل حاجات كتيره قوي، من ضمنها انك تحول له الكلمه دي للشيب ثابت تقدر تشتغل عليه بعد كده. فنقول له شيب وورد مثلا يساوي جي في دوت جيت اوت لاين، هي اصلا مش هتستخدمه غير جيت اوت لاين وفقط جيت اوت لاين. تقدر تديه هنا تقول له مثلا عايزه يبدا من 100 في 100 100 و100، تمام؟ كده احنا عندنا شيب نقطه البدايه بتاعته 100 100. نقدر دلوقتي نقول له جي 2 دوت فيل، تمام؟ والفيل بالشكل ده لان هو كان مملي ما كانش فاضي،
ماشي بقى عندنا الشكل ده. طيب بس احنا لسه عايزين نعمل افاين ترانسفورم. طيب خلاص انت اصلا ما دام عندك الشكل ده خلاص يلا بقى تبتدي تشتغل. قبل ما نعمل الفيل هنا هنقول له افاين ترانسفورم عادي جدا ايه اف تساوي نيو افاين، نفس اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. خلاص هو زيه دلوقتي زي الدايره زي المربع ايه اف دوت شير، واعتقد مثلا maybe 0.5 لانه مش متحرك قوي يعني، وانا هنعمل بس شيرنج في اتجاه الاكس فقط. تمام هنعمل شيرنج في اتجاه الاكس مش اتجاه الواي، فالواي هنسيبها 0. تمام ده الشير يعني، دي طريقة عمل الشير في الموضوع ده. بتديله تضربه في كام عشان تعملها، مش بتديله نقطة، لا انت بس بتقول له انا عايزه يتعمل بشيرنج بنسبة 0.5، نسبة نص يعني، او شيرنج بنسبة 2 كده يعني، ده نسبة مش نقطة، مش نقطة اكس وواي بس. ده بالشكل الافقي وده بالشكل العمودي، ده الشيرنج. بعد كده بنعمل ايه؟ تطبيق. ما تنسوش التطبيق، احنا لو عملنا كده بس مش هيحصل حاجة، لو عملنا كده مش هيحصل حاجة، لازم نعمل تطبيق نفس ما كنا بنعمل قبل كده اللي هو af.create transform shape، ونديله مين؟ الورد دي اللي هي الشيب بتاع الورد. نيجي بقى نشوف شكلها. تمام فهمتوا احنا عملنا ايه؟ عندنا عملنا الكلمة، عملنا لها الإعدادات بتاعتها، بعد كده حولناها لشكل، وبعد ما حولناها لشكل عملنا لها ترانسفورميشن، وبعد كده رسمناها. حلو؟ فإحنا عشان نعمل لها ترانسفورميشن ده ما كنا محتاجين نحولها لشكل. كنا محتاجين نحولها لشكل. لو إحنا كنا هنا عملنا واحد مثلا قال لك هعمل الشيرنج هنا واحد. طيب لو كده هيطلع مشدودة قوي شوية. يعني الشد شويه زياده، فهي على حسب اللي انت هتحطه، بس انا متاكده ان انت في الامتحان مش شايف يعني قدامك وحطيت له مثلا الدكتور حاططها واحد، ما اعتقدش هيديها لك غلط، لان الشيرنج صعب يتخيل شويه، فمهم ان انت مثلا ما تجريش بعيد، تروح مثلا تدي له 220 مثلا ولا حاجه، ساعتها الكلمه هتختفي تقريبا. فهي بتدي له مثلا قيمه صغيره يعني عشان يشد حته بسيطه. فهي هنا مع التجربه وكده طلعت 0.5. عرفت احنا عملنا ايه؟ حد عنده اي سؤال في الموضوع ده؟ لا تمام ولا تمام. في طريقه تانية بس انا عارفه ان هي ممكن الدكتور ما يقولش عليها انها صح، بس هي موجوده عندكم في السلايد. بتفكك من كل الموضوع ده. تمام كل اللي هنسي يعني افكك من الفونت ريندرر والجليف فيكتور والكلام ده كله، وبتفضل بس بتخلي بس الشير بتاعك. تمام تمام اللي عامله هنا وهنا، بدل ما بعد ما بتقولش set font غير بعد ما تعمل شير بس بطريقه معينه يعني، هتقول له g2.setFont. حلو مش هتدي له بقى الاف، لا هتقول له f.deriveFont وتدي له الاف بتاع الاف ترانسفورميشن يعني. بعد كده g2.drawString عادي تمام، وبديها الكلمه font testing. دي انا طريقه لقيتها موجوده، فقلت لازم يعني ان اقول لكم عليها عشان لو جت تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل يعني. قلت تشغيل دي كل نفس النتيجه. تمام ايه اللي بيحصل هنا؟ درايف فونت ديت بتاخد الفونت ده اللي انتوا عاملينه فوق وتعمل عليه حاجه زياده مثلا، فاهم ازاي؟ يعني بتاخد الفونت ده وبتسمح ان انت تعمل عليه افاين ترانسفورميشن من غير ما تعمل شيب، من غير ما تعمل حاجه. هاويفر الكاتش في الموضوع ان الجوده بتبقى اقل، جوده النتيجه بتبقى قليله، وما بتقدرش يعني ما عندكش حريه كبيره في الموضوع يعني. لو انت بس عايزه يبقى كده واوتلايند ما تقدرش، لو انت عايزه يبقى كده بس مثلا لايك وعايزه مثلا بالشكل ده ما تقدرش، انت بس عندك الاختيار ده بس. اوكي فدي طريقه عشان مثلا لو تنسيت طريقه الجليف، دي طريقه تقدر تعملها. وبصراحه ما اقدرش اكد الدكتور هيبقى صح ولا لا، لانه في الاخر بيطلع لك الشكل اهو، ممكن الدكتور يعملها لك صح وممكن يعملها لك غلط، ما اقدرش احدد، بس دي طريقه ان في حاجه اسمها درايف. تمام تقدر تنفذ عليها الافاين ترانسفورميشن، بس انا دايما انصح اكتر بطريقه الجليف احسن، لان هي دايما اللي انت بتحوله لشيب، فده بيبقى عندك فليكسبل اكتر وجودته اعلى يعني، الجوده بتاعت الشكل لما بتطلع بتبقى اعلى كمان. اوكي ف
هو حتى هنا، حتى هو هنا عاملها بالجلف بقى، عاملها بالجلف فيكتور، لان هي طريقه تعتبر ستاندرد اكتر ومنصوح بيها اكتر او ريكومندد اكتر، خاصه بيها اكتر. تمام، دي كله من حضرتنا كده. حد عنده اي سؤال في اي حاجه من اللي احنا شرحناها النهارده؟ حاجه واقفه معاها في المحاضره بتاعت النهارده بتاعت الفونت وستروك؟ لا تمام. تمام، طيب كده يبقى دي محاضرتنا.